السلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة. اليوم جيت نكمل معكم تحضيرات على رمضان، وهذا الجزء الثالث. وكما لكم تشوفوا الوصفة تاع اليوم اللي هي البوراق، راني ماشي نحضر كمية كبيرة ونوري لكم طريقات على الاحتفاظ به في المجمد. وبلا ما نطول عليكم نمروا مباشرة لطريقة التحضير. وهنا البنات نحتاجو مقلاة تكون كبيرة، ونوضعو فيها القليل من الزيت النباتي حوالي 3 ملاعق كبار، ونضيفو له البصل المفروم. هنا كنت استعملت بصلة واحدة كبيرة، وانتم البنات نجمو تستعملو زوج بصلات متوسطين. ونضيفو لها رشة ملح، ونخليو البنات هذيك البصل تاعنا حتى طيب وتنشف لنا من الماء وتاخذ لنا اللون الذهبي، ونعاودو نضيفو لها بقية المكونات. وكما اللي راكم تشوفوا البنات، هنا بعد ما طابت لي هذيك البصل، هنا راني ماشيه نزيد 2 كيلوغرام من اللحم المفروم تاع الدجاج. ونضيفو لها كذلك التوابل. هنا عندي القليل من الملح على حسب الرغبة، عندي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، وملعقتين صغيرتين من توابل الدجاج ولا الكوري. وملاحظة هنا البنات، هاد التوابل اختيارية، كل واحدة وعلى حسب الرغبة تاعها وعلى حسب الذوق تاعها. نخلطو هذيك التوابل كامل مع اللحم المفروم حتى اللي يطيبنا، والبنات ما نوقفوش التحريك هكذا باش ما تكونناش كتل تاع اللحم المفروم، ونعاودو نوليو. وكما اللي راكم تشوفوا اللحم المفروم تاعي راه بدا يطيب. هنا راني ماشي نضيف له المعدنوس حوالي ملعقه كبيره، ونضيفوا كذلك الجبن الابيض اللي يجي على هذا الشكل، ولا البنات تنجموا تستعملوا جبن مثلثات. وملاحظه هنا البنات، انا نفضل نعمل الجبن في هذه المرحله هكذا باش الحشو تاعنا ما يجيناش ناشف. ونحركوا مليح هذاك الجبن مع اللحم المفروم حتى يذوب لنا وينشف لنا من جميع هذيك السوائل. نخليوه يبرد ونعاودوا نمروا لطريقه تاع اللف تاع البوراك. وهذا الحشو بعد ما برد لي مليح ونشف لي كامل هذيك السوائل، نجيبوه ونحضروا كذلك الورق تاع الديول اللي يجي على هذا الشكل، ولا الورق تاع البسطيله. وهنا البنات، انا كنت قسمت الورقه تاع الديول تاعي على زوج. هنا راني ماشيه نرفد قطعه من هذاك الديول، ونعاودو نطويوها على زوج كما اللي راكم تشوفوا. نوضعوا الحشو تاعنا ونلفوا بهذه الطريقه.
وانا هنا البنات دائما نحي هذوك الزوائد اللي يكونوا عندنا في الاخير، هكذا باش الشكل تاع البوراك تاعنا يجي شباب. ونوضعوا القليل من هذاك اللصاق اللي مسكون من الدقيق والماء، نوضعوا شويه في هذاك الطرف تاع البوراك وندخلوها البنات الداخل، هكذا باش الشكل تاعها يجينا شباب في الاخير. وهنا البنات راني ماشي نعاود نخدم معكم واحده اخرى هكذا باش تكون طريقه واضحه. نكملوا كامل هذيك الكميات على اللحم المفروم بنفس الطريقة ونعود نوليو. وهنا البنات بعد ما كنت كملت كامل هذيك الكميات تاع اللحم المفروم تاعي كما راكم تشوفوا جاني حوالي 62 حبه تاع البوراك. هنا البنات كل وحده وعلى حسب الحجم تاعها. هنا البنات انا كنت عملت بوراك شويه كبير كما راكم تشوفوا وكنت عمرته مليح، جاوني حوالي 62 حبه تاع البوراك. ثم البنات الا صغرتوا في الحجم تاعهم اكيد راه ماشي مدير لكم كميه اكبر. انا هنا راني ماشي نحتفظ بهم في المجمد كما راكم تشوفوا، نحتاجوا علبه بلاستيكيه ونحتاجوا كذلك الغلاف الشفاف. نوضعوا هذاك الغلاف الشفاف في اسفل تاع العلبه والبنات نبداو نسدفوا هذوك البوراك تاعنا، ونعاود بين كل طبقه البنات نوضعوا الغلاف الشفاف. هكذا البنات باش كي نحبوا نخرجوا البوراك تاعنا من المجمد تجينا طريقه سهله وما يتلاصقوناش مع بعضياتهم. كما راكم تشوفوا انا هنا كنت عملت كامل هذيك الكميه تاع البوراك تاعي في هذه العلبه بلاستيكيه، كنت غطيتها مليح بالغلاف الشفاف ونوضعها البنات في المجمد. هنا البنات ملاحظه ما تنساوش تشوفوا مده الصلاحيه تاع الجبن وكذلك تاع بقيه المكونات. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب تاعكم، ما تنساوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس الى عجبكم محتوى القناه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.